غرق مستشفى الكفرة بالكامل وخروجه عن الخدمة. مضطر العاملون بهذا المستشفى وأيضا فرق الهلال الأحمر الليبي لإخراج هؤلاء المرضى الموجودين، سواء كانوا من أجريت لهم عمليات أو حتى النزلاء في داخل المستشفى، إلى المصحات الخاصة الموجودة في البلدية، وهي مصحات صغيرة بحسب ما أفادت به مصادر من هناك، أن لا يمكن أن تستوعب هذا الحجم من المرضى واستيعابهم داخل المدينة. بالنسبة للجهوزية والاستعداد، لربما جاء متأخرا قليلا، ولكن هناك محاولة لاستفادة ما حدث في درنا في العام الماضي وفاجعة مدينة درنا، حيث أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تسخير كل الجهود الرسمية وغيرها لمساعدة الأهالي في مدينة الكفرة، وأيضا حتى حكومة الوحدة الوطنية الموجودة داخل طرابلس أعلنت هي الأخرى يعني تسخير جميع إمكانياتها لمساعدة الأهالي الموجودين في الكفرة. ولكن ما يحدث في مدينة الكفرة أنها مليئة بأعداد كبيرة من النازحين من دولة السودان، فهي منطقة حدودية ما بين ليبيا ومصر والسودان، وأيضا قريبة من دولة تشاد، فهي مليئة بالنازحين القادمين خصيصا الهاربين من الحرب الدائرة في السودان، وأيضا هي نقطة عبور للهجرة غير القانونية، حيث يعبر إليها العديد من المهاجرين سواء كانوا من تشاد أو غيرها من الدول الأفريقية، فهي نقطة أساسية مدينة الكفرة في تنقل هؤلاء المهاجرين.